هيها الشاورما هاي بتكون المبوبة. بتكون لا هي بعدها مجمدة بتكون بكيس بهالشكل، فعلى طول نيجي احنا ومنذوبها. هي صارت عندي هون مذوبة وعلى طول ممكن نطبخها بالفرن بالمقلاة الهوائية أو زي ما بدي أسوي اليوم أنا بهالشكل. حلو. شوي من الزيت في مقلاة غير لاصقة. طبعا مقالينا نحن وكل حاضرين. الأجهزة أو كل المعدات المطبخ اللي عندنا هي من عابدين هوم سنتر، خاصة هاي المقالة الفخمة، مقالة السافلون، الجوليا، كل هاي المقالة الرائعة كلها من عند عابدين هوم سنتر. بارح ربحتوا السيارة، راحت معنا. الله يسهلها. ربحت السيارة. ألف مبروك للي ربح. والله السيارة يعني أسيل حاتم. ألف مبروك. طيب طبعا احنا هون بدنا نشوي الشاورما بهالشكل. ايوه. وطبعا اشوها على دفعات شوي شوي حتى ما تنزلش ميتها كثير. أيوة. وتظل هيك كريسبي. هي انا عندي هون اذا بتشوفوها حبايبنا عندي انشوت، شويت طبعا كيلو، انا هي هذا تقريبا كيلو عندي. وصار جاهز. خلونا الان نجمع الصحن. يلا. فرني مسخن على حراره 180 وعندي هون تقريبا كيلو بطاطا مقلي الى مقطع ومقلي الى مكعبات صغيره. فبروح باخذ المثومه او المايونيز بالثوم وبنحط كميه على البطاطا. هذا اول شيء بنسويه. هذا الطبق شو اسمه؟ يعني تقريبا صينيه. صينيه الشاورما بالبطاطا. يعني هاي بتغمسوها غماس ولا طيب منها. باخذ هالشاورما اللي عندي. ايوه. بنحطها وين؟ على وجه سلام. البطاطا يا حبايبنا. يا سلام. بتاخذ كمان مره من لسه مايونيز المثومه او المايونيز، وبعديها باخذ من هالجبنه وبضيفها على وجه الشاورما. خلينا نروح الان على الفرن حبايبنا. فرني مجهز على 180، راح تدخل على الفرن 10 دقائق. البطاطا مقليه والشاورما جاهزه، وبالتالي ما بدي اتغلب كثير في عمليه الشوي، وهي على الفرن مباشره ان شاء الله. نتركها وبعد 10 دقائق راح نشوف كيف صارت عندي. كيلو شاورما دجاج من نبيل، اكيد اللي ما له بديل. بطاطا مقطعه مكعبات ومقليه، مخلل مفروم، مايونيز بالثوم، زيت وشويه من جبنه الموتزاريلا.